اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، وحشتوني كتير كتير كتير. طب دايما تكونوا بخير وفي سلام. معدت مع الحلقه رقم 76 من برنامج حولنا. هو برنامج رعب اذاعي بيضم بعض القصص الحقيقيه والبعض منها مؤلفه. لغز موت امي هي قصه حدثت بالفعل، مصادرها موثقه في اكثر من منتدى معتمد. بيضم القصه دي وغيرها من القصص التي ليس لها تفسير. اتمنى انها تعجبكم. من فضلك لو مش مشترك في القناه يا ريت شوفني من دمامك واشتراكك في القناه وفعل علامه الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ولو عجبك الفيديو او القصه دي ما تبخلش عليا بلايك وكومنت يحتوي على رايك. يلا نبدا، يلا بينا. قبل سنوات طويله حصلت معي قصه غريبه جدا احببت ان اشاركها معكم اليوم، واتمنى ان تعطوني ارائكم حولها. كنت في تلك الفتره اعاني من اكتئاب حاد لأنني كنت أعيش مع زوج أمي، كان يضربني باستمرار بأدوات حادة حتى تشوهت يدي من الكدمات الكثيرة، واستمر هذا الشيء إلى أن جاء اليوم الذي هجرنا فيه. أما أمي فقد كانت تكره وجودي معها، لم تكن حياتنا إلا كابوسا مخيفا يجعلني أفكر يوميا بالانتحار. حبي للاطلاع على كل شيء له علاقة بالرعب جعلني في احد الايام امسك ورقة تحتوي على تعويذ استحضار الارواح، قرأتها كاملة ثم احضرت الاغراض اللازمة وطبقت كل شيء بها. كنت انتظر ان يحصل شيئا غريبا، كانت تتواصل معي تلك الكائنات لكن لم احصل على اي نتيجة. باحد الايام عندما عدت من المدرسة وجدت سيارات الشرطة امام منزلنا، حاولت الدخول لكنهم منعوني عن ذلك. فجأة أخرجوا جثة متفحمة أمامي ورفعوا حولها الغطاء، لقد كانت جثة أمي. بدأت أصرخ وأبكي بشدة من هول المنظر حتى أغمى علي. وعندما استيقظت وجدت نفسي بالمستشفى وأنا بحالة مذهلة. عندما خرجت بعد يومين وجدت أن الجنازة قد أقيمت في بيت جدتي، أما بيتنا فقد تم إغلاقه مرت الأيام. وأنا أحاول التخفيف عن نفسي بمكوثي مع صديقاتي، لكن لغز موت أمي كان دائما يشغلني. فطلبت من أحد أصدقاء العائلة أن يذهب إلى مركز التحقيق ليحضر من عندهم سبب الوفاة، لكنهم رفضوا إعطاؤه حتى ذهب خالي بحكم قرابته منها، فوافقوا على هذه المرة وأعطوه الوثيقة. وهنا كانت الصدمة الكبيرة، أمي ماتت في غرفتي محروقة ولا يوجد أي شيء يدل على كيفية نتوج الحريق، ويدها اليمنى كانت مقطوعة أيضا ولا يوجد أي أثر لها في الغرفة. وقد وجدوا أغراضي التي استعملتها في تحضير الأرواح ملقية على الأرض، لهذا تم إقفال الملف لعدم وضوح أي سبب للوفاة. تم وضع بيتنا للبيع وأنا تبنتني عائلة أخرى ورحلت بعيدا معهم، وأنا الآن أعيش بالغربة أحاول نسيان الماضي، لكن لا أستطيع. صورة أمي لا تغيب أبدا عن بالي، أسمع أحيانا أصوات غريبة تطاردني، وكثيرا ما يهيئ لي أنني أرى الأموات وغيرهم من الأشياء المخيفة. كل ما أريد الآن هو أن أفقد ذاكرتي، ربما حينها سوف أستطيع أن أعيش بسلام وأبدأ حياتي من جديد. لو عجبتكم القصة دي يا ريت تدعموني بلايك.